تحديدا بهالوقت من السنه وتحديدا ايضا في اماره دبي بيكون الجو جدا مميز والاجواء بارده، لانا بارده كثير ولانا كثير حاره، فهذا الشيء بيجعل كثير من السياح يتجهوا الى اماره دبي ليقصدوها ويستمتعوا بكل الفعاليات الموجوده بداخلها. ومن احد الفعاليات المميزه يلي بتمتع الحواس رح يكون مهرجان دبي للمأكولات معكم اليوم، ورح نعمل تغطيه ورح نتذوق المأكولات المميزه من كافه انحاء العالم ونشوف ايضا كيف بيصنعوها ولكن بصوره مختلفه تماما. بتعرف على اسمك؟ نجلة. نجلة، اهلا وسهلا فيك يا نجلة. لين. اهلا يا لين. خبرونا شو عملتوا اليوم وشو هي الفعاليات يلي استمتعتوا فيها؟ عم بتلعبوا الاطفال هلا؟ كنت عم شوفكم مسكتكم قلت لكم تعالوا نحكي معكم شوي. وخبريني كمان شو هي الاكلات المميزه اللي انت ذوقتيها انتم كلياتكم وشو اكثر شيء مميز؟ هلا صراحه المكان حلو كثير، يعني رسموا الاولاد هون على البورد وكان في كلاسز للطبخ، فكانت اطيب شغله اكلناها السلطه تايلاندية مع تشيكن ناجتس من الإسلامي. أوكي. وفود تراكس هوني كمان، في كتير تراكس يا حلوين. أنا كمان أكثر شيء حبيت هاي السلطة، مميزة كانت وفي غريبة، يعني فيها عنب وفيها بوملي وفيها تشيكن ناجتس، كانت غريبة ومميزة. أيضا للأشخاص اللي ما بيعرفوا يطبخوا أكلاتهم في ستاند خاص وتحت أيدي أمهر الطباخين والشيفات يلي رح أقدموا لكم وصفات مختلفة وقلوا لكم كيف بتطبخوها. هلأ رح يفرجونا أحد الأكلات الموجودة عنده داخل هذا المطعم، ورح يكون العرض مميز بحيث أنه يكون أمامنا لايف ويكون فريش، ونتعرف على طريقتهم يلي قالوا عليها قلنا عليها من شوي الشيف. بنقول هاي. Hey, hi, very good evening. I'm Chef Tarun and I'm here to present to you modernist live chart. And then we have chaat masala gel. Is it spicy? No, not that much. I'm gonna add spice at the end. Oh. And here comes your frozen sponge cake. Wow. Frozen sponge cake. Minus 190 degrees Celsius. That is spiced scotch eggs and a crispy potato nest with dill. So that's for liquid nitrogen too. Instant freezing. لساتنا مستمرين داخل مهرجان دبي للمأكولات، وفي بالطرف الآخر حكينا عن اللوحات، وهون صاحب الفكرة، خلوني روح أعمل له يمكن هيك كبسة وأسأله كم من سؤال كيف خطرت على باله هاي الأفكار وشو قصتها. مرحبا. مرحبا. تعرفنا على اسمك؟ بلال كسيح، من مؤسسين شركة مونت 8. خبرونا عنك. أول شيء نحن أونلاين، موقع أول سوق أونلاين مفتوح لكل المواهب العربية، ممكن يكون الشخص فنان أو مصمم أو مصور، بكل بساطة منتيح له الفرصة، وهدفنا تمكين المواهب العربية بطريقة أنهم بيحملوا أعمالهم على الموقع متبوعة بعملية اختيار المنتجات اللي هم حابين يطبعوا أعمالهم عليها، ونحن يعني بنكمل الرحلة عنهم، نحن بنسوق الأعمال، نحن بنطبع الأعمال وبنعرضها وبنبيعها عنهم كفنانين. من
مهرجان دبي للمأكولات يعني أجواء جدا جميلة، ويعني الأحلى من هيك جو الناس، الأكل ما فيكم تتخيلوا. Hi girls. Hi. I can see you. You are eating a delicious food. Tell me more about the food you like here. Well, this waffle is really good. I've only had a couple bites, but it's very nice. Yeah. And I also had a burger on the other side from Molo's or something like that. Is yeah, Molo's. It was very good. Yeah. And we had boneless buffalo chicken wings, and they're really nice. مرحبا يا حلوة. مرحبا. شو اسمك؟ سارة. شو هالاسم الحلو يا سارة، وشو هالرسمات الأحلى يا سارة؟ شكرا. شو مزوقة؟ خبريني شو عم تعملي هون غير الرسمات؟ لعبت هناك بالألعاب. وأكلتي أكلات؟ إيه. شو أكلتي؟ أكلت بيتزا. الأجواء في مهرجان دبي للمأكولات ما بتوقف فقط عند الأكل، ولكن أيضا وصلت إلى فن آخر وتذوق من نوع آخر، ألا وهو الألوان واللوحات. نحن هون عاملين كونسبت عن براند اسمه فريجنا، يعني حارتنا، ومركزين الكونسبت على الحضارة اللي هون بالإمارات، وعاملين يعني نحن الاثنين خلقنا وعشنا هون، وبنفس الوقت عم نوصل الفكرة إنه يكون البراند للناس اللي هون لحتى يفهموا الفكرة. يعني we have funds, we have calligraphy، وعندنا كل شيء بالعربي رح نعمل. الأطفال هون عم يشتغلوا، بدي أقول مرحبا. كيفك؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ منيحة. قلي لي شو اسمك؟ دانيا. دانيا، عاشت الأسامي يا دانيا. شو عم تعملي؟ عم قطع. شو هدول؟ These are tomatoes. This is piece of potato. You want the nugget? Okay, come on. وأنت شو اسمك يا حلوة؟ مرحبا. ميريام. ميريام، شو هالاسم الحلو يا ميريام؟ قولي لي شو عم تعملي؟ عم بقطع. عم بتقطعي؟ بدك تطبخي؟ شو بدك تعملي لنا؟ سلطة. سلطة. وعندك هون نجت؟ كثير حلو. شو بدك تعملي لنا انت؟ سالاد. كمان سالاد. شكلها رح تكون كثير طيبه. وشو هي؟ شو هي؟ اوكي، بالكورن فليكس. ها؟ هاي، واتس يور نيم؟ ليلي. ماتودا. اميليا. اميليا. So now you are in Dubai Festival Food. And tell me what kind of food you liked here. Yeah, we really enjoyed the waffle place over there. It was really nice. We like the Lebanese food as well, the juices. We like it all. You like it all? Yeah. And like the jamba juice is really nice as well. And you? I like the waffles. Waffles are very nice. Yeah, even me, I like it. What kind of food is this? This is a bloody burger. Bloody burger? Yeah. Okay, what you gonna put inside? This is orange mayo. Ah, this is orange mayo. Yeah, okay. Yeah. And then rocket. So only meatballs here? Yes, all the meatballs. Okay. Chicken, beef, lamb. Yeah, بيعملوها بسرعة كمان. This is the jack cheese. Oh. This is blown toast. ولا اي ثينك انه رح تكون كثير كثير طيبه. عم تستنوني اكل؟ اوكي. وهون كمان في أحد المطاعم المميزة والمختلفة أيضا رح أخبركم عنها، وبالظاهر بيستخدموا تقنية مختلفة تماما مثل السائل النيتروجيني، بالظاهر بيطبخوا فيه.
خلوني أخذكم بجولة ونسألهم أكثر شو بيعملوا وكيف بيشتغلوا فيه. They're freezing. What? Freezing? Freezing cold. So take one. By nitrogen. Huh? Oh. So we make our ice cream from scratch. You can see our ice cream base here, and one of our nitro chefs will sort of mix it in front of you, and then you get your finished product at the end. Nice, huh? ضمن الأجواء الاحتفالية اللي متعتنا فيها إمارة دبي وكل السائحين والقاطنين داخل هذه الإمارة، بترككم في أمان الله. كنت معكم أنا سرور الرشيد من خلف مايك قناة الشرقية. في أمان الله.